جمع القصور الإعدادية والأعداد الصحيحة وطرحها الصف الرابع الدرس الخامس والسادس والسابع. لو أنا عندي عددين كسريين وعايزين نجمعهم وبيقول لي 4 و3 على 4 زائد 2 وربع، عشان أجمع عددين كسريين زي كده قدامي 3 طرق، يا إما أجمع بالطريقة العادية خالص إن إحنا بنجمع الصحيح مع الصحيح يبقى 2 و4 يبقى 6، وأجمع الكسور 3 و1 4 والكسر البسط المقام زي ما هو 4 يبقى 6 و4 على 4. طب 4 على 4 دي يعني كام؟ 4 على 4 يعني 1، 1 ومعايا 6 يبقى الناتج عندي هيطلع 7. طب أستخدم إيه طريقة تاني؟ ممكن أستخدم طريقة النماذج، في إن أنا أرسم نماذج وأقسمها أربعات. ليه قسمت كل نموذج هنا 4؟ لأن المقام 4، فأنا عندي هنا 4 صحيح، يبقى أنا هاخد 4 مستطيلات كاملين، أدي 1 وأدي التاني وأدي التالت وأدي الرابع، يبقى خدت كده 4 كاملين. بعد كده هاخد من اللي بعده 3 على 4، يبقى لون 3 بس 3 أجزاء. وبعد كده 2، هاخد 2 كاملين، يبقى 2 ده صحيح، العدد صحيح، يبقى هاخد الشكل كامل، ادي 2 اهم. بعد كده هاخد من الاخير 1 على 4، يبقى لون جزء واحد بس. طب عايزين نجمع بقى، لو انا بصيت هبص على اللي كاملين، ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى انا عندي 6 كاملين. طيب هبص على اللي هما بقى مش كاملين، ده متظلل منه 3 وده متظلل منه 1، ننقل الواحد ده يعني نمسحه من هنا ونكمل بيه اللي هنا، كده بقى عندي 1 كمان زيادة، يبقى 6 و1 الناتج هيطلع 7. في استراتيجية تالتة، استراتيجية خط الأعداد. إيه هي استراتيجية خط الأعداد؟ إن أنا برسم خط الأعداد وبكتب عليه الأعداد وبقسم ما بين كل عدد وعدد 4 خانات، يعني من الصفر للواحد بتتقسم 4 أجزاء، من الواحد للاتنين بتتقسم 4 أجزاء، أهو أدي 1 2 3 والرابعة عند الاتنين اللي بعدها 1 2 3 4. تعالوا نجمع بقى، عشان نجمع أول حاجة كام؟ عندي 4، يبقى أنا همشي لحد الـ4، أهو أول خطوة معايا همشي لحد الـ4 من الصفر للـ4، وبعد كده همشي كام جزء؟ 3 أجزاء من الـ4، يبقى جزء 2 3. بعد كده همشي كام؟ همشي جزئين كاملين. طب الجزئين كاملين عشان أمشي واحدة، أدي واحدة وأدي التانية، خلي بالك، وعندي ربع، فين الربع؟ الربع أهو، الجزئية بتاع الربع. أو ممكن أعمل حاجة تاني، أجمع الصحيح مع بعضه. أجمع الصحيح مع بعضه إزاي؟ إن أنا الأول أجمع الصحيح، أدي 4 مشيت 4، وبعد كده الاتنين أمشي خطوتين يبقى 6، وبعد كده همشي 3 أجزاء، همشي 3 أجزاء، أدي 1 2 3، وبعد كده همشي ربع اللي هو جزء 1، يبقى برضه وصلت عند 7، يبقى الناتج برضه عندي هنا هيطلع 7. طب تعالوا نشوف مسألة تاني، 2 وتلت زائد 2 على 3، برضو نفس الكلام. لو احنا هنستخدمها مسألة عادية خالص هنجمع، انا عندي هنا عدد صحيح وهنا ما فيش عدد صحيح، العدد الصحيح ينزل الاتنين، نجمع 1 و2 هيبقى 3 على 3. طب 2 و3 على 3، 3 على 3 دي لما نبسطها يعني كام؟ يعني 1 1 وعندي 2، يبقى الناتج عندي هيطلع 3. طب تعالوا نشوفها لو احنا هنمثلها بالنماذج. النماذج انا عندي 2 عدد صحيح، يبقى الون 2 كاملين، متلونين 2 كاملين. طب النموذج اللي بعده هلون منه كام؟ هلون منه 1 من الـ3. النموذج اللي بعده هلون كام؟ هلون 2 من الـ3. تعالوا نجمع بقى مع بعض. دلوقتي انا عندي 2 صحيح كاملين اهم، وعندي 1 متلون فيه 1 بس، متظلل فيه 1، و1 متظلل فيه 2. طب نعمل ايه؟ احنا ممكن نمسح الواحد ده ونضيفه هنا.
بقى عندي كام؟ بقى عندي تلات أشكال أو تلات نماذج كاملين، يبقى الناتج بيساوي تلاتة. طب لو أنا هرسم الكلام ده على خط الأعداد، برضه هنمشي العدد الصحيح، العدد الصحيح هنا كام؟ اتنين، يبقى أنا همشي من الصفر لحد الاتنين. طيب بعد كده تلت، يعني واحد جزء واحد بس، يبقى همشي بخطوة واحدة، جزء واحد. بعد كده همشي كام؟ جزئين، ادي جزء وادي التاني، يبقى برضو وصلت عند التلاتة. يبقى كده في حالة الجمع ازاي بستخدم النماذج او ازاي بستخدم خط الاعداد. تعالوا نشوف مسائل على الطرح. بقى نجرب مسألة على الطرح. بيقول لي 3 و 3 على 4 ناقص 1 و 2 على 4. احنا الاول هنرسم النماذج على 3 و 3 على 4. يبقى انا عندي 3، يبقى هرسم 3 نماذج كاملين. اهو ادي اول نموذج، وادي تاني نموذج معانا، وادي تالت نموذج، وبعد كده النموذج الاخير هنرسم منه 3 على 4، اللي مظلل منه 3 على 4. هنعمل ايه بقى؟ هنقص واحد، يعني واحد كامل، يعني نموذج كامل، يعني هنشطب على النموذج ده. النموذج ده هيتشطب كله. وهنشطب كام بقى؟ 2 على 4، يبقى هنشطب ادي واحده وادي الثانيه. اتبقى معايا كام؟ اتبقى معايا نموذجين، يعني 2، واتبقى معايا 1 على 4. ده لو انا هستخدم النماذج. طب انا هحلها طبيعي كده من غير نماذج. نطرح الصحيح من الصحيح والكسر من الكسر. 3 ناقص 1 يبقى 2، و3 ناقص 2 يبقى 1، ويتبقى 1 على 4، يبقى 2 و1 على 4. طب لو انا هستخدم خط الاعداد، برضه نفس الكلام، انا عندي 3، يبقى همشي من الصفر لحد ال 3. وبعد كده عندي 3 على 4، يبقى همشي 3 خطوات، ادي خطوه الثانيه الثالثه اهو. يبقى 3 و3 على 4. عايز ارجع كام؟ عايز ارجع 1 كامل. واحد كامل، يبقى انا هرجع واحد كامل. هنعد بقى الواحد كام؟ كام جزء؟ اربع اجزاء، ادي جزء اتنين تلاته اربعه، وبعد كده هرجع جزئين، ادي جزء وادي التاني. وقفت فين؟ وقفت عند الاتنين وربع، يبقى الناتج عندي اتنين وربع. هي نفس الحل بنفس التلات طرق. تعالوا نشوف فكره تاني من افكار الدرس، اللي هو بيقول لي 3 و2 على 5 ناقص 1 و4 على 5. عشان نطرح هنا في مشكلة مواجهاني، إن الكسر اللي بيطرح أكبر من الكسر اللي موجود. في الحالة دي قدامي استراتيجية من الاتنين. أول استراتيجية اسمها إعادة التسمية. إيه إعادة التسمية؟ إن أنا التلاتة أنا عايز أكبر الكسر ده. الكسر ده 2 عايز أكبره. عشان أكبر الاتنين دي عشان تبقى تساوي الأربعة أو أكبر من الأربعة، هضطر اخد واحد من التلاتة دي. طب الواحد ده هيعمل فيه ايه؟ انا لما اخد واحد من التلاتة، التلاتة هتبقى 2. الواحد ده هعمله ايه؟ الواحد ده يعتبر 5 على 5. الواحد 5 على 5، وليه قلت الواحد 5 على 5؟ عشان المقام هنا 5. طالما المقام هنا 5، يبقى الواحد اللي انا هاخده 5 على 5. ال 5 على 5، الواحد اللي انا هاخده ده، هجمعه على الاتنين، 2 و5 هيبقى 7 على 5. وهنقول بقى ناقص 1 و4 على 5. نطرح بقى الصحيح من الصحيح والكسر من الكسر. 2 ناقص 1 يبقى 1، و7 ناقص 4 يبقى 3، والمقام طبعا زي ما هو، يبقى 1 و3 على 5. في استراتيجية تاني اسمها التحويل إلى قصور غير حقيقية. يعني إيه؟ يعني أنا الكسر ده عدد كسري، أحوله لكسر غير حقيقي. إزاي؟ إن أنا هضرب المقام في العدد الصحيح وأجمع البسط. 3 في 5 ب 15، ونجمع عليهم 2 يبقى 17 على 5. ونقول ناقص، وهنعمل نفس الكلام هنا، 5 في 1 ب 5، و4 هنجمع عليها الأربعة، يبقى 9 على 5. نقول 17 ناقص 9 يتبقى كام؟ يبقى 8 على 5. ال 8 على 5 دي عشان ابسطها، ال 8 فيها كام؟ 5 فيها 5 واحدة، يبقى مكتب 1، ويتبقى عندي 3 على 5، يبقى عملت الناتج هو
هو بنفس الطريقتين.